اشكرك يا غانم، انت وضيوفك الاعزاء كابتن جمال وكابتن تامر. وارجع لكابتن عماد متعب، هجوميا بقى هنتنظم ازاي، هنلعب ازاي، وعايزك بس تدي مفهوم للناس، لانه الناس فاهمه ان كل الكرات العرضيه يعني كره عاليه، يعني مصطفى محمد يلعب بدماغه او واحد يلعب بدماغه. بعتقد ان مفهوم العرضيات لازم يتوضح بشكل جيد بالنسبه للناس يا كابتن. بالظبط، يمكن احنا هجوميا عندنا لعيبه مميزه جدا، محمد صلاح بسم الله ما شاء الله، واحد زي ما قال الفضل ان واحد من افضل اللعيبه اللي موجوده في العالم، بل الافضل في الوقت الحالي دلوقتي. بل الافضل في الوقت الحالي. نعم. مصطفى محمد كان في فتره بعيد، لكن المباراه الاخيره سجل هدفين، ولعيب بيقدر يجيد التحرك داخل ال18 ويجيد اللعب بالراس، ودي ميزه. عمر مرموش انا لعيب جيد جدا، لعيب عنده امكانيات عاليه، لكن في الاخر لسه ما شفناش ادواره النهارده. هل المدير الفني هيكون مديله ادوار هجوميه اكتر ولا ادوار دفاعيه؟ على ما اعتقد انه هيديله ادوار هجوميه وانه يكمل في ظهر مصطفى. ده ولد صغير لازم هيرجع يدافع وهيجري طبعا. بالظبط، لكن الناحيه الهجوميه المفروض تبقى اكتر. ومن تحتيهم عبد الله السعيد. الكرات العرضيه زي ما حضرتك اتكلمت دي نقطه مهمه جدا. أيوة. انا يعني الفكره كلها انا بشوف المهاجم فين، والمهاجم هو اللي بيديني الحل في وقت من الاوقات. الباك رايت او اللعيب الوينج هو اللي بيعمل العرضيه والمهاجم بيروح لها، او في وقت المهاجم بيجبر اللعيب انه يلعبها لي في الحته دي. بالظبط، لو انا لعيب زي ما كان فضل بيتكلم في نقطه الخط الظهر والمدافعين وكابتن احمد حسن، المهاجم ممكن يسهل على المدافع كل حاجه، وممكن يخلي المدافع مش عارف يبص على نفسه. نعم. يعني النقطه كلها ان انا ابقى مزعج ليه، ما بقاش واقف ثابت بستلم الكره في مكاني تقليدي، لا مصطفى لازم يتحرك. طيب مصطفى من اني نوع؟ لا مصطفى اتطور فتره اخيره، اتطور بيريح اللي على الاجناب. في العرضيات بيتعامل معاه بشكل جيد جدا، بيتحرك على القريب بشكل جيد، بيتحرك على البعيده بشكل جيد، عنده التايمنج مظبوط، عنده الجامب بيقدر يتعامل معاه بشكل جيد جدا. التوجيه كمان، يعني هو من المهاجمين حته ان الكره لما بتيجي من ناحيه اليمين بيحطها في زاويتها، ودي مهمه جدا. بيشتغل عليها وطور منها بشكل كبير، بيطلع يقف بشكل جيد في يعني من شفت جون اسبانيا في ايطاليا، افتكرتك لما اتلعبت الكره بالعرض، الراجل راح حطها من نفس المكان. بالظبط، الكره عاملها كده. بالظبط، دي روما بينالتي عمل كده، يعني ما قدرش. اسهل حاجه للمهاجم واصعب حاجه للمدافع. عندنا بقى صلاح وعمر، لعيبه من اللعيبه اللي بتقدر تخترق بشكل جيد جدا. لعيبه عندها طبعا، يعني صلاح مش هنتكلم عنه خلاص. هو كل الناس بس طريقه اللعب خلاص بقى الاختراق ميزه. يخترق. عبد الله سعيد واحد من اميز اللعيبه في مصر في الحته دي، انه بيقدر يوصل المهاجمين سواء عمر او محمد صلاح باسهل طريقه، هو او قفشه. النني والسليه عب عليهم دور كبير جدا. يمكن كابتن احمد حسن اتكلم في نقطه مهمه، ان منتخب مصر النهارده لو ما لعبش بخطوط ومساحات ضيقه هتبقى فيه مشكله كبيره جدا. ضيقه، طبعا لازم يضيق المساحات علشان ما يبقاش فيه فراغات في نص الملعب، لان منتخب ليبيا من المنتخبات اللي بتحاول تمتلك نص الملعب، وهم مميزين في الحته دي. يعني نص الملعب هو اقوى العناصر في منتخب ليبيا. فعلى ما اعتقد كل ما المساحات بتضيق وكل ما الريتم بيبقى اسرع وقت ما الكره تكون مع منتخب مصر، ده اللي هيدي الافضليه لمنتخب مصر. اختراقات صلاح واختراقات عمر مرموش، عرضيات فتوح واكرم توفيق، دي كلها عوامل هتخلي الافضليه لمنتخب مصر.